هذه جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، جريمة كبرى. ايوه ايوه شيلنا الباهي الان، احنا كنا هنا. الموضوع للشقين، الشق الاول احنا استغربنا كيف اتى القرار السعودي بهذا الطريق وفي هذا الوقت. والشق الثاني هو اعتراف ان السعوديه او دول العدوان كانوا يقولون انهم لم يستخدموا هذه الاسلحه وكان ينفوا في كل مره. خلاص سافر سافر دول اصحابيين. السلام عليكم. أتى قرار السعودية بشأن إيقاف الصواريخ العنقودية، هو الضغط من الدول المجلس الدولي لكي عدم استخدام هذه الصواريخ. الآن مثل ما قلت لكم أن هناك بحوثات إيجابية لكي حل الأزمة. القرار يخدم مصلحة اليمن، وهناك قرارات في الطريق آتية ومزيدا من الانتصارات إن شاء الله. النظام السعودي يعترف انه هو انه لن يستخدم هذه الاسلحه بعد مقتل 40,000 قتل وجرح 40,000 مواطن يمني وسقوطهم، حتى الجرحى حالتهم خطيره لانه الاسلحه اللي استخدمت اسلحه محرمه دوليا. الحروق التي تعرض لها المواطنين جراء الغارات كانت حروق من الدرجه الاولى، كلها بالاشياء تدين النظام السعودي وتجعله في المحك. الله اكثر عن ما قد قرهن. البيان جاء الاعتراف متاخر رغم انكار العدوان سابقا في شهر بدايه العام الحالي في 10/1. العدوان انكر انه يستخدم قنابل عنقوديه. الاعتراف الان يثبت ان العدوان ارتكب جرائم يعني بحق اليمنيين كثيره جدا على امتداد المحافظات اليمنيه. ناخذ امثله محادثه مكتوبه. خلي واحد يتصل مساعدة، مكان الرب يبقى. هذا يضل، يقدر أي حد.